طبعا دائما المفهوم دائما هو في مشاهده، هو مادة جسدي وروحي وروحي، ولكن هو ما زال الى يوم القيامه القران يتلى، فهو في مشاهده جميعا. فقبل ان نشرع في التلاوه ندعو الله عز وجل له ان يغفر لنا ولكم وان يرحمه رحمه واسعه، وان يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم ارحمنا بالقران وزينا بالقران وجملنا بالقران وارزقنا بالقران وشفعنا بالقران واجعله لنا في الدنيا منهاجا وفي القبر انيسا ويوم القيامه شفيعا. وعلى الصراط نورا وعلى الصراط نورا والى الجنه رفيقا والى الجنه رفيقا فله منا الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي وسبح بحمده الصوت نفسه مش فاتح. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عبادي خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الله أكبر. احنا نروح فين جنب استاذنا؟ منه تعلمنا عليه رحمه الله. حاضر. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة الذي
الرحمن 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 فاسأل به خبيرا. لا لا مش ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل وسبح بحمده. خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام خبيراً الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا.
تبارك الله تبارك الله تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن والله ملك منافس. والله ملك منافس. نعم. والله الله.
وعباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. احنا عدينا بقى انا مش عارف انت سمعت انه فرقان بقى. ما الفرقان كتير والاراء كتير ما اعرفش بقى انت بقى سمعت انه واحد. حبيبنا على راسي اهلا وسهلا حلوم على راسي من 78 تعيش وتفتكر. إن الناس والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن.
إلا من تاب وآمن. إلا من تاب وآمن. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. حاضر 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 حاضر. إلا من تاب وآمن. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يا سلام. وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الشيخ ياسر حبيبي على راسي نسيت تقعد مكاني هنا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله يحفظكم. نسأل الله أن يغفر لنا وله ورحمنا وارحمنا يا رب العالمين ويلحقنا به على الإيمان. وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله
ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. خلاص مولانا الشيخ ياسر طلب ختام ان شاء الله. حاضر ان شاء الله باذن الله. مثلا كده احنا خدنا كده اخذنا الاجر الناحيه الثانيه. هو انت من ناحيه ومن ناحيه. والذين اذا ذكروا بآيات ربهم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يا مولانا صورة بالكربون في الحيل حلوة دي صح كأنه الله أكبر. يا دكتور عبد الناصر صورة بالكربون. الله صورة بالكربون. مش عارف شامل الهران يا رجل. الهران دي عالي صوتها في السفارة. واستمع واستمع بسم الله الرحمن الرحيم. واستمع يوم ينادي المناد من مكان على البطنه. وارجو الصلاه على النبي. الله يبارك فيك. الله يرضى عليك. الله يبارك فيك. عليك يا مولانا. صحه.
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر القرآن من يخاف وعيد فذكر فذكر بالقرآن من يخاف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
كمان كده حبيبي دكتور عباس تكتب علينا فين البلد احنا عشمانين الواد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا الله أكبر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا رحمه الشيخ راغب ما تزعلنا عشان خاطري احنا جايين لك من اخر الدنيا بالله عليك بلد ايه بس احنا ما اتينا الا حب وعرفان طبعا ربنا يبارك فيكم جميعا طب حاضر طب الفتحة حاضر الفتحة نقف شو سوف أنا هادي فين ده كتير من الشجرات منا احنا على قدينا الله يبارك تقبل منا منكم خش على البلد بقى يلا معلش كنت جيت بقى معلش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. الله العظيم انا متوقع تخطف الناس.